السلام عليكم. الوحدة الخامسة الكوميونيكيشنز أو الاتصالات. هنتكلم هنا في الاتصالات إن شاء الله عن الإيميلز، إزاي تسكيور الإيميل بتاعك، أو إيه هي الإجراءات اللي أنت ممكن تتخذها فتحمي الإيميل بتاعك، وإيه هي الأخطار اللي بتواجهك على الإيميل. كمان هنتكلم عن الانستنت مسجنج أو اللي هي الأي إم، أو مقصود بيها اللي هي برامج التواصل اللي هي زي الواتساب والفايبر واللاين، واللي كانت وحاجات بقى قديمة كمان، الام اس ماسنجر والسكايبي طبعا، والبرامج اللي هي التراسل الفوري او المراسلة الفورية، اللي هو انت بتكلم حد في نفس الوقت فممكن تكلمه على الفويب او صوت يعني، او ان انت تبعت له رسائل. طبعا هنا الانستنت مسجنج مقصود بيه الرسائل يعني الفورية، انت تبعت له وتستقبل وتبعت له في نفس الوقت، وانت ممكن تعمل له كمان شير او يعمل لك كمان شير للفايلز عنده يعني. طيب نيجي اول حاجه الايميل، اللي كما زي ما اتعودنا دايما بنتكلم عن ثريتس الاول، المخاطر، بعد كده بنتكلم عن البروتكشن. ايه هي المخاطر الاول اللي بتواجهك اثناء استخدام الايميل؟ المخاطر هي اول حاجه ان هو انت possibility to of receiving fraudulent and unsolicited emails، اللي هو من انت معرض لان انت تستقبل رسائل احتياليه او رسائل غير مرغوب فيها. الانسوليستد ايميلز دي المقصود بيها اللي هي السبام، وكلمه سبام مقصود بيها اي رسائل غير مرغوب فيها. غير مرغوب فيها اللي هي ممكن تبقى رسائل دعائيه، مش شرط انها تبقى يعني مش شرط انها تكون فيها حد مثلا بعت لك فيروس او بتحتوي على وورم او اي ميلوير او اي برمجات خبيثه، لا هي مقصود بيها اي برامج، مقصود بيها اي رسائل مزعجه، اي رسائل غير مرغوب فيها. دي ممكن تبقى دعائيه بقى، ممكن تبقى ترويجيه لمنتج معين، ممكن تبقى مش عارف شركه بتعمل احصائيات، حاجات كتير جدا. اي رسائل غير مرغوب فيها انت مش عارف مصدرها ايه. طبعا ده بيأثر على الانتاجيه. ليه؟ انت لو مثلا موظف في شركه هتبص ان انت بتاخد وقت طويل قوي عشان تشوف الايميل بتاعك، وممكن في وسط الرسائل الكتير اللي انت بتلاقيها ديت جايز جدا انت يضيع رسائل مهمه من عندك، فممكن تضيع الوقت بتاعك وتستهلك مجهود عشان بس تعمل لها فلتريشن. احيانا كمان بتوقف يعني لما بيزيد حجمها عن اللازم ممكن هتوقف يعني توقف الرسائل او توقف البريد بتاعك، فبالتالي ما تقدرش تستقبل رسائل الكترونيه اخرى في حاله ان انت قد تكون منتظر رساله مهمه ولا حاجه. ليها اضرار كتير جدا. تاني حاجة الفيشنج او الاحتيال، والاحتيال مقصود بيه ان هو يعني مثلا لو بنتكلم كلمة طبعا في الشركة احنا اتكلمنا عنها قبل كده ان هي مقصود بيها الاحتيال عموما، لكن الاحتيال على الايميل بيبقى غالبا يعني ان هو مبعوت لك مثلا لينك والله او سيناريو معين ان احنا مثلا البنك الفلاني وانت مثلا فزت بالجائزه الفلانيه، ولو سمحت املى بياناتك في اللينك دي، تضغط على اللينك ويطلب منك يوزر نيم والباسورد بتاعك والكريدت كارد نمبر وشويه الحاجات دي، فده اسمه احتيال. في ناس بتعمل سيناريوهات كتيره جدا، مش عارف ان احنا عندنا فلوس مش عارف في الدوله الفلانيه ومحتاجين حد من خارج الدوله عشان نحوله المبلغ. هتلاقي وسائل احتياليه كتيره جدا على الانترنت، فانتبه ان مفيش يعني السما ما بتنقطش فلوس يعني. تالت حاجة اللي هي dangerous أو danger of infecting the computer with malware by opening the email attachment. طبعا الايميل اتاتشمنت أو اللي هي المرفقات تعتبر أسرع وسيلة لانتشار الفيروسات، فانتبه إن أنت لو عندك رسالة من شخص غير معلوم ما تفتحش الرسالة أصلا، ما تفتح الاتاتشمنت اللي فيها يعني. طيب البروتكشن، ازاي تحمي نفسك؟ اول حاجه لازم الايميل بتاعك يكون انكريبتد بالانكريبشن. الانكريبشن والديكريبشن اللي هو عكس بتاعه اللي هو فك التشفير. طبعا يعني ازاي تحمي بتاعك الايميل بتاعك من باي انكريبشن بالتشفير؟ في حاجه اسمها الديجيتال سيجنتشر، حضرتك بتروح تشتري ديجيتال سيجنتشر او اللي هو التوقيع الالكتروني. التوقيع الالكتروني ده هو مشابه لفكره اللي احنا كنا اتكلمنا عنها قبل كده اللي هي الديجيتال سيرتيفيكت. احنا كنا اتكلمنا عن الشهاده الرقميه اللي هي الديجيتال سيرتيفيكت، دلوقتي احنا بنتكلم عن التوقيع الرقمي اللي هو الديجيتال سيجنتشر. الديجيتال سيرتيفيكت اللي اتكلمنا عنه قبل كده كان بيعمل اوثرايزيشن او بيعمل توثيق للويب سايت، المره دي الديجيتال سيجنتشر او اللي هو التوقيع الالكتروني بيعمل توثيق لحضرتك او اللي هو لمرسل الرساله. ده طبعا بيأكد للمستقبل او مستلم الرساله، بيأكد له هويه الشخص مرسل الرساله، وكمان بيعمل انكريبشن للرساله، فالرساله دي مش هيتم يعني معناه ان هي مش هيتم اعتراضها في المنتصف، محدش هيقراها في المنتصف، وكمان هتبقى انكريبتد مشفره، فحتى
الاي اس بي او اللي هو مزود الخدمه مش هيقدر ان هو يفكها او يقدر يتعرف على محتواها ايه. طبعا الشركات البنوك مثلا، المؤسسات الفاينانشال الماليه، او اي رسائل هامه وسريه هتلاقيها دائما الشركات بتعمل ديجيتال سيجنتشر، بيكون عندهم توقيع رقمي عشان ياكدوا لك هويتهم، وتاني شيء بعد كده عشان تكون الرسائل مشفره محدش يقدر يعترضها ولا يتعرف على محتواها ولا حد اخر يعترضها او يعدل حتى محتواها. طيب اللي بعد كده الانستنت مسجنج. الانستنت مسجنج او اللي هي الاختصار الاي ام دي، زي ما انتم شايفين حاطط لكم هنا اللي هو الكاكاو توك والفايبر والفيسبوك والتانجو، كل البرامج اللي قدامكم دي كلها بيطلق عليها الانستنت مسجنج، او اللي هي التراسل الفوري، اللي هو تبعت رساله وشخص بيرد عليك في نفس الوقت، المراسله الفوريه في نفس الوقت. طيب دي طبعا بجانب بغض النظر عن مميزاتها ويعني والفوائد بتاعتها كتيره جدا، انك تقدر مثلا انت تبعت بقى صور ملفات بقى بكل انواعها، صور بقى دوكيمنتات اي انواع ملفات، وكمان ممكن تبعت ما صوت كمان ريكوردد فويس مثلا زي او الواتساب او الفيسبوك او الفايبر، حتى كلهم تقريبا فيهم حاليا انت تبعت ريكوردد فويس، او في بعضهم ممكن انت تعمل تستعمل الفويب حتى او تتكلم شاتنج صوت من خلاله. طيب ايه هي بقى ال vulnerabilities او اللي هي نقاط الضعف vulnerabilities؟ نقاط الضعف بتاعتها ان هي بتعرضك طبعا للاختراق، بحيث ان انت لما تيجي تعمل مشاركه للملفات بتاعتك مع شخص اخر ده طبعا بيعرضك للاتاك، او بيكون وسيله سهله للاتاكرز او للهاكرز ان هو ياكسس الجهاز بتاعك، والناس اللي كانت بتشتغل قديما على مثلا الام اس ان ماسنجر والياهو ماسنجر والبالتوك يعرفوا ان كان هاك او اختراقات كتير جدا بتحصل على البرامج دي. يمكن البرامج اللي احنا بنتكلم عنها ديت يمكن سكيورد اكتر من الفئه اللي كانت موجوده قبل كده، ام اس ان والياهو ماسنجر والحاجات اللي كانت موجوده قبل كده، لكن ستيل برضو هي تعتبر فيها بعض نقاط الضعف. فزي ما مكتوب كده it offers an easy way for malicious attack للهجمات الخطيرة أو الخبيثة from hackers such as allowing the attacker to gain access to your files to your file system، هو ممكن هو يوصل للفايل سيستم بتاعك من خلال sharing ملفات. الهاكر may execute code on your computer without notifying you، ده حقيقي فعلا ان هو يعني ممكن بعض الهاكرز بيستغلوا نقطة ان انت عامل شيرينج الفايلز وعنده القدرة ان هو يعمل يجين اكسس للكمبيوتر بتاعك، او ان هو يوصل للكمبيوتر بتاعك وينفذ اوامر بدون علمك كمان يعني. طبعا هو ده لكم الموضوع دلوقتي حاليا يعتبر سكيورد اكتر، لكن برضو ستيل هو في نقط ضعف. طب تعمل ايه؟ والله تعمل ايه انك اولا ما ترسلش اي حد ما تعرفوش، وهنشوف في السلايد الجاي ان شاء الله هنتكلم عن البروتكشن ازاي تحمي نفسك. طيب الميثود تو انشور كونفيدنشاليتي وايل يوزنج ذا ام، ازاي تتاكد من السريه او ازاي انت تحمي نفسك على اثناء استخدام الاي ام برامج اللي هي الانستنت مسجنج. اول حاجه اعمل انكريبت اول فايلز يو شير وذ يور كونتاكتس، قم بتشفير كل الملفات التي تشاركها مع المتصلين. طبعا ده شيء يعتبر صعب شويه، لكن ممكن ان احنا يعني نقولها بشكل اخر، انا بنصحكم ما تعملش مشاركه لاي ملفات الا لشخص معلوم انت عارفه هو مين. بعد كده تفصح عن اي معلومات شخصيه او سريه لاي شخص مجهول، ما تقولش عن اي معلوماتك زي ما قلنا، وده طبعا احنا يعني خلال الكورس بالكامل احنا بنقول المعلومه دي يا جماعه ما حدش يبعت اي معلومات سريه او اي معلومات شخصيه لشخص مجهول. بعد كده تحديث برامج مضاد الفيروسات، لازم طبعا يبقى عندك انتي فايروس وابديتد عشان يعمل ديتكتنج للفيروسات او الميلوير عموما البرامجات الخبيثه. شير فايلز اونلي وذ كونتاكتس يو ار سيرتن اوف، يعني اعمل مشاركه فقط الملفات مع الاشخاص المعلومين فقط. خلصنا وحده الكوميونيكيشن دي، كانت سهله، فقط اتكلمنا عن الايميل والانستنت مسجنج. شكرا، اتمنى تكون استفدتوا من الوحده ديت. ان شاء الله باذن الله نتقابل في الوحده الاخيره باذن الله، الوحده السادسه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.